مخطط كهربية العضل والعصب المنضبط. أثناء إجراء مخطط كهربائية العضل بيدخل الطبيب مسارا كهربائيا شبيها بالإبرة عبر الجلد إلى مختلف العضلات، وبيهدف لاختبار إلى تقييم النشاط الكهربي للعضلات عند انقباضها وانبساطها. بتوضح نتائج الاختبار للطبيب ما إذا كان هناك ضرر في الأعصاب المؤدية إلى العضلات أم لا. مصدر المعلومة: مايل التعليم والبحث الطبي.